سيبك من شويتين دول يا نصرة. نصرة بنتي اللي أنا مربيها لا تعرف تمد في غضب ولا في زعل أكتر من يومين تلاتة، وبعد كده بتحن على طول. ومين قال لك إن أنا زعلانة يا معلم؟ أمال اللي أنت عملتيه مع زياد ده تسميه إيه؟ حق ربنا. استنيته مرة واتنين ولما وجب لا بقى في زعل ولا يحزنوه. يا بنتي مفيش حد عارف اللي بينك وبين سيد أكتر مننا أنا. فلما تدوسي عليه وتبعدي عن بيته واخواته تبقى بتدوسي على روحك. بقول لك يا معلم، ما تفضك يا اخويا من موضوع المصالحه ده، اصل توبه يعني مش لايق عليك. فضك من الموضوع خالص، اصلك انت ما تعرفش الحكايه. اقول لك على حاجه تانية، ما تشوف لك اتنين تانيين تصالح وهم برضو هيوقروك ويقولوا عليك في الحارة إنك كبير الحد. أقصى عليك يا ناصر، يعني أنا بعمل كل اللي أنا بعمله ده عشان الناس توقرني ويقولوا إن أنا كبير المنطقة؟ يا بنتي ده أنتوا ولادي، واللي يمسوكي من السن. ولادك؟ بأمارة إيه؟ بأمارة ما كنت بتقطر الفلوس في حناكنا وإحنا عيال مش مستورين؟ ولا بأمارة وقفتك جنبنا في المرة قبل الحلوة؟ ما أنا طول عمري بحاول يا ناصر، بحاول حاجة عليكوا وانفذ وصية ابوكوا. انتوا اللي طول عمركوا بتقولوا لا، ومفيش على بوقكوا غير كلمة واحدة: كتر خيرك، احنا هنشيل لحمنا يا معلم سلطان. وشلنا نفسنا وصلبنا طولنا في وش بعض، في وش بعض يا نصرة، لغاية ما كلتوا لحم بعض. لحمنا واحنا اضرب تمام، وبعدين شوف لك حد محتاجك اكتر مننا كده. ماشي يا نصرة بنت جد الله، بس خليك عارفة أنا ليه عندك حق. والنبي ما تنسى تربطه في كعب جزمتك وانت خارج، عشان احنا الحقوق عندنا جبرت، لا بقى لينا ولا علينا. مكشوف تبص له ولا خاف مني؟ لا عيب، اللي يعمل برمجي ما يداريش وشه، يحمر عينه كده يبص لي في عيني. يا خال اخرس ياض، مش عايز اسمع حسك. صبرت عليك مره واتنين وحذرتك تلاته واربعه، هتظبط هظبط معاك، هتصدر لي الهبل هسيب الدنيا تفرم فيك. حتى انت يا خال هتيجي عليا؟ انت اللي جيت على روحك ياض. ياض ليه عايز تبقى وسخ؟ عايز ايه من دنيا زي دي؟ والنبي يا خال ما تسيبنيش، وحياه اغلى حاجه عندك وغلاوه امي. مش عايز اقعد هنا لوحدي، مش عايز احس اني بقابل ملك. خافش يا حمار، مش هسيبك، انت بالذات مش عارف افرط فيك، بس تظبط وتسمع كلام مفهوم. ينفع يا طيب، ينفع تتسحب من ورايا وتروح تشتغل مع سيد الراجل اللي رمى معلمك في السجن؟ كنت فاكرك انصح من كده يا ياض. كنت مفكر ايه يومين السجن بقى هما اللي هيوقعوا المعلم فضل اسمر ويوقفوا تجارته يا اخيخه؟ السجن للجدعان يا معلم، بس الطمع في النسوان تسميه ايه؟ مغير انت بقى عشان نصر ها؟ بس يا معلمك عشان حرمه خسرتها؟ ما انت بعتني عشان تكسبها جدع. مش يا طيب، عارف انا مش هغير منك، عارف ليه؟ عشان انت رميت ايدي ياض. قصيدة يا معلم، قصير. بس انا عايز اعرف بقى، ربيت ايدي ده لو طلبت منه عب سيد بخارست هنا في حجري هيعمل معايا واجب ولا احلى واجب وتعالي؟ بس اعمل كده ليه لما اوصل؟ كله بتمن. هتقدرني بكام؟
طبعا. يا اتغيرت قوي. طيب بتتشرط من اولها. الدنيا بتغيرنا كلنا يا معلم. بس انا شايف ان انت مش هتعرف تحاسب ولا تقدر تحاسب. انا بقى لازم احوشها للي قدرها صح. يونيا حكيت لي على اللي حصل بينها وبين نصر. كانت بتحكي لي وقلبها بيتقطع عليها. حسستني ان نصر قلبها على الدنيا كلها واخده في وشها. مش نصر بس يا ميسا، بيت جدلة كله اتقلب على بعضه. استغفر الله العظيم يا رب. ايه اللي بتقوليه ده يا بيت؟ كل حاجه وليها حل غير ان ولاد جدلة يتخانقوا مع بعض. مش باين لها حل المره دي خلاص. يعني هي ايه العباره بالظبط؟ بوخارستا قال لي نفس الكلام. جالي وهو مهموم شايل كده من الدنيا كلها كانه مش عارف يعمل اي حاجه. هل ايه هو جاي يقول لنا تعقليها دي؟ بوخارستا هو السبب في اللي احنا وصلنا له ده. طلع حد تاني كاننا ما كناش نعرفه ولا عايشين تحت جناحه السنين اللي فاتت دي كلها. خسرناه وخسرنا نصره في نفس الوقت. انا امبارح بس حسيت اني بتيتم من جديد يا ميسا. يا لهوي اللي بتقوليه ده يا بنت؟ انت اللي بتقولي كده على بوخارست؟ ده مصارين البطن بتتعارك وبترجع تتصالح. بعد اللي اتقال امبارح الرجعه صعبه. اخواتي كانوا معبيين، كل واحد طلع اللي في صدره في وش التاني من غير ذواق، كاننا مش اخوات او كاننا كنا اخوات وعايشين طول عمرنا مستنيين الفرصه عشان نخسر بعض. الكلام بيتنسي يا حبيبتي، رجعيهم انتوا لبعض. دي وزت شيطان وهتروح لحالها ان شاء الله. انا ازاي بس؟ يا ريت كنت اقدر. كلمي نصرة صلحيها على بوخارست وكده تبقى اتحلت. ما بقاش ينفع يا ميسا، ولو نفع ما تجيش مني. انا الغلط ركبني من ساسي لراسي، ما استجراش ارفع عيني فيهم ابدا. يعني ايه؟ يعني هي كده اتربطت؟ خلصت على كده؟ سيبي الايام تحلها، ده لو مكتوب لها تتحل. جرايم معلم فوده، ما قلنا زيك زي غيرك. يعمل بقى روحك كرامه ما تنيهاش، ولا مجاورتك للرمم قلت مزاجك؟ لم لسانك يا سيد. اهبط واقعد في دار معلمك، الليله ليله معلمين كبار. مش انا اللي تعمل عليا شويتين دول يا سيد. اهدى اهدى يا صلاح، انا مش زعلان يا سيد، معلش. انت برضك معلم كبير يا سيد وليك مقامك، بس انت ولا مؤاخذه فهمتني غلط. انا مش جاي اعيده، انا جاي عشان ليله تانيه خالص. ليله ايه اللي مؤاخذه؟ انا سمعت ان البضاعه المره دي مش وردحي، وانك ناوي تحقنها بكيميا تحمي طلق السوق. طالما المعلم سيد ما ناولكش من نفسه يبقى عارف تمامك، خليك في اللي تعرفه تسلم. طب وبعدين بقى؟ احنا مش قلنا ان دي قعده معلمين كبار وبس؟ وبعدين عيب يا سيد، انا برضك المعلم فوضى الاسمر اللي علمك كل اصول الشغلانه، وليله صغيره زي دي اصرفها بطرف المعلقه. صح، المعلم فوده عنده حق في دي، وانا بصمله بالعشره كمان، عشان كده انا موافق. بس مش زيك زيهم. لا، يا يعني نتساوي بالكل يا يعني بلاش منها خالص، وتبقى انت الخسران. انا هديك نفس حصتهم يا معلم، بس هتدفع المهر في نص المدة بتاعتهم. ده تمامك عالي وتقدر تعمل اللي هما ما يقدروش يعملوه. بس ورحمة أم معلم فودة، لو ساعة واحدة قلت منك زيادة لا خليك ترجع تسترزق في اللحمة تاني. بيتك يا ست الستات، وقبل ما تخطيه تاني وانتي على ذمتي هكون فورته كله. وحياتك ما تخشي على اشياء من قديمه. تقصد العفش ولا اللي هرس العفش؟ وكله قديم يا معلم. قصدك سلوى؟ من غير ما تفكري خدت لها مكان تاني، بس لو عايزاها تفضل معاكي هنا عشان تخدمك برضك تأمري. انا ما تلزمنيش دره.
حتى لو كانت خدامة، لا هنا ولا في مطرح تاني. قلت ايه؟ ماشي، اعتبريه حصل وكل اللي سبق وعدت بيه. مهرك يا ست الستات تقلك ذهب، الشنطة توصلك لغاية فرشتك، وابن الكفاءة يبات في حضنك من بكرة. راضية؟ مهرك مقبول يا معلم، بس ابني بقى أنا عايزة أربيه، أنا عايزة يدوق اللي عمله فيا. أمال إيه اللي يرضيكي؟ إن ينزل من بيتنا بالفستان الأبيض وكل أهل الحارة يشوفوا فرحتي. أحلى زفة تتعمل لك في النصرية تمن، والأرض تتفرش لك ورد وحنة، ونخزق عين اللي ما يفرح لناش. إمتى بقى نتم فرحتنا؟ مش قبل ما تتم فرحتنا، اتفق الأول. على إيه؟ على مين؟ سيد اللي طلبتني عشان تكسره. مين بس اللي دخل في دماغك الكلام ده؟ طب ورحمة أمي وأبوي؟ سيب الميتين ورحمتهم، أنا مش جاي أعاتبك، أنا جاي أقولك إن اللي جاي كله هيبقى على مزاجك. بص يا معلم، أول ما إيدي تربط في إيدك تحت منديل المأذون، مش هنبقى بنتفق على حال ربنا وبس، هنبقى بنتفق على سيد اللي قهرني وسرق فرحتي، عايز يدوقه من الطين اللي طفحهولي. قدها ولا نفضها؟ سمي بصوت عالي واقري الفاتحة. أنا بجد مش قادرة أفهم، انت ازاي قادره تنزلي من بيتك؟ ازاي بتمشي في وسط الناس؟ انت بتركبي مواصلات عادي كده؟ هو في ايه حضرتك؟ في انك لسه بتشتغلي هنا. ازاي قادره تقابلي زمايلك؟ ازاي واقفه قدامي بعد كل اللي حصل؟ وانا اذيت حضرتك في ايه بس؟ لحد دلوقتي لسه، لكن وجودك هنا اكتر من كده احتمال يأذيني، ودي حاجه انا مش هقبلها. يعني حضرتك مش عايزاني اشتغل؟ بتطرديني؟ انت شايفه ان في حل تاني غير كده؟ حطي نفسك مكاني. سمعه المكان ده انا بنيتها في سنين، مش مستعده اجي دلوقتي واهدها عشان خاطرك، وانت عملتي اللي انت عايزاه. مع اني نصحتك قبل كده انك مش قد عادل واللي زيه، وانت ما سمعتيش كلامي. كان نفسي اعمل اي حاجه لنفسي، زهقت من الفرجة على الحياة من بره وانا واقفة مكاني ما بتحركش. حقك، بس والله اللي يعمل حاجة بقى يستحمل مسؤوليتها. انتي سوري يعني فضحتك بقت مسمعة في البلد كلها، وانا مش هينفع اتحملها معاكي. اقعدي في بيتك لحد ما الناس تنسى الحكاية دي خالص وينسوكي انتي كمان، ده احسن لك انتي. انت ايه اللي جرالك؟ من امتى بتناولي الدنيا اللي هي عايزة منك؟ فودة يا نصرة؟ فودة؟ بتخلصي في نفسك ولا بتخلصي في اخوكي؟ لا ده ولا ده. كفاية بقى يا اختي، انا تعبت في حياتي، من حقي الاقي الراجل اللي يقدرني ويعرف مقامي. فودة اللي هيقدرك ويعرف مقامك؟ خلاص بقى ليكي سارة اللي يقدر يشيل. عندك يا ميسا. جرى ايه يا اختي؟ ما تجيش منك انت، انا خسرت الكل، ما فاضلش غيرك. اخسريني يا نصر، اخسريني اهون عليا من انت تخسري روحك. انت عارفه يا بنت، لو انت رايده ورحمه امي لكنت فرحتلك من قلبي وزغروتي ملت الدنيا دي كلها. بس انت تقيلي عامه ولا تطقهوش، بترمي نفسك في حضن واحد انت ما بتحبهوش ليه؟ بترخصي قلبك ليه يا بنت؟ قلبي رابطني في مكان، كل ما عاوز يختعمل حاجه يردني. كفاية بقى. انت فكرك ان انت هتتهني؟ قلبك مش هيطوعك، هيندمك في كل مرة يلمسك فيها اللي اسمه فودة ده. قلبي مات يا ميسا، ما بقاش فاضل لي غير راسي.
هي اللي هتحقق لي كل اللي انا عايزاه. قلبك ما ماتش يا نصر، قلبك موجوع، موجوع على اغلى حاجه في حياتك، سيد، سيد اخوك يا نصر. مش عايزه اسمع اسمه، انت فاهمه؟ هجيب سيرته مره واتنين وتلاته يا نصر، عشان هو ده اللي هيردك عن السواد اللي في قلبك ده، هيضيعك مننا كلنا. خلص الكلام يا ميسا، فوضى هتجوزه غصب عن الكل وغصب عن نصرة نفسها. مفيهاش حل يا اخويا، سخن تاني. حاضر حاضر. عملت لك يا اخويا الملوخيه اللي انت بتحبها. كتر خيرك. تسلم. مش ناوي بقى يا اخويا ترضى عني وتقول لي ايه اللي مغيرك بقالك كام يوم؟ وما تقوليش مفيش، الست يا اخويا قلبها بيحس. قلب الراجل كمان بيحس. سنة عدم المؤاخذة اليومين اللي فاتوا دول كنت مشغول بالواد ومستقبله. كنت بفكر اعمل له قرشين كده ينفعوه بعد ما اموت. لا بالحق ايه رأيك؟ فكرت اجيب له حتة محل كده واكتبه باسمه. يا زين ما فكرت يا معلم. بس سايق عليك النبي يا اخويا لتف سيره المود دي من بقك. العمر الطويل لك يا اخويا. سيئة لو رست على محل يعني هتبقى محتاجه شيء وشويات. انت عارفه الظروف مش ولا بد. حكيش انت قرشين كده ازق بيهم في السكه. وانا هجيب منين بس يا اخويا؟ ما على يدك. حتى الصيغة اللي حيلتي كلها بعتها وديتها لأخويا الحاج ربيع. صح. أنا بس اللي بقيت بنسى. بس برضو الأمر ما يسلمش تكوني شايلة قرش كده قرش كده. أمك تكون بعتت لك قرشين. أمي حسرة عليك ياما. أمي ما حلتهاش اللضا يا سلطان غيرش القرشين اللي ببعتهم لها كل أول شهر. هي بتتقضى ومستورة الحمد لله. هو ربك ما بيحلش ستره عن عبيده إلا الحكمة. بيبقى شايلها لوقتها. ربنا معاها بقى. وسارة فيك اللقمة يا واطية يا بنت الكلب. في يا سلطان مالك؟ في ايه؟ انت طالع بره بره. في ايه يا سلطان؟ اطلعي بره. طب ابني طيب يا سلطان. انت تنسي خالص. ولو رجلك هتبت هتبت بيتي هكسرها لك. فاهمة ولا لا؟ يلا برا يلا قولي يلا. يا سلطان افتح. يا سلطان يا سلطان قولي في ايه اللي حصل؟ ده بنتي يا سلطان. يا سلطان بحبني في ايه اللي حصل؟ راسي ما تتكلم يا سيد. تكلم قولي يا ميسا. تقول ايه وانا واجع في قلبي كل ده عشان تقول لي؟ قولها هي. انت لازم تروح تتكلم معاها تردها الروح. ان شاء الله حتى تغضب عليها. احبسها في البيت. بس ما تضيعش نفسها. بيت اني بيت نصر. هي البيت هي اللي كانت بتشبك حيطانه زي ما كانت بتشبك دراعاتها حوالينا وتلمنا على بعض. بس خلاص البيت اتهد والايدين اللي كانت بتطبطب بقت تدوس وتوجع. ولما انت عارف ان جوازتها من فوضى هتكسرك وتكسرها هتسيبها ازاي؟ دنيتها وهي حره فيها. دنية المرأة معقودة بدنية راجلها وهي مش حرة. بكره فوضى يبقى راجلها. انت ايه اللي جرالك يا سيد؟ ما تبص كده يا اخويا لروحك. بص انت هتسيب اختك لمين؟ لفوضى.
هاتوا ليه فودة وسخ ونوسخت مني؟ هاتوا له بيتاجر في المخدرات ما انا كمان بتاجر في المخدرات وبقيت كبير في السوق. هاتوا لي ايده متعصب الدم. ما انا قلبي مات زمان وايدي طول عمرها غرقانه بالدم يا ميسا. لو حد غيري سمعك هيقول ان انت بتدافع عنه. لكن انت يا قلبي عمال تقطع في روحك. انا مش احسن من فودة. بس نصر احسن مننا احنا الاثنين. بس انا بقى كسرت قلبها زمان وما عنديش استعداد اكسره تاني. واللي تختاره نصر هتنور. حتى لو اللي اختارته ده اكتر واحد عايز رقبتي يا ميسا. بطة راحت يا احمد خلاص. اختفت. محدش عارف لها لا سكه ولا طريق. قمت من النوم ما لقيتهاش لا هي ولا هدومها. قلبت عليها الدنيا. مش عارف هي راحت فين. سألت عنها كل الناس محدش عارف مكانها. بطة طفشت. طفشت يا ابني مش راجعه. انت جاي لي ليه يا عم عطيه؟ وانت مش جوزها قدام الناس دي كلها؟ كنت يا عم عطيه وطلقتها خلاص. يعني ما يخصنيش هي راحت فين ولا بتعمل ايه. طب دور عليها يا ابني وحاول ترجعها. ردها لذمتك. لمها ببيتك وكفايه انا اللي جرى. مين قالك ان انا عايز اعمل كده يا عم عطيه؟ بطه كانت غلطه وانا صلحتها خلاص. بلاش ترجعها يا ابني. دور عليها عشان خاطر العيش والملح اللي انت اكلته في بيتي. انا عارف ان بطه ما تهمكش لكن تهمني انا. انا هموت لو ما رجعتليش بطه. خد الواجب بتاعك وامشي يا عم عطيه. شكرا يا ابني. اهو كده مظبوط قوي. مفيش احلى من كده. انا عايزه ابقى زي البرنسيسات. مش خايفه حد يحسدك؟ يا ريت. انا عايزه كل مره في الحاره تتفرس لما تشوفني نازله وتلف حب فرحتي. انت بتضحكي على روحك يا نصر. اهريها بجد اهي. تعالي يا اختي اقفي جنب اختك عقبال ما ارش بكيل ورد. خلاص يا نصرة نويتي تسيبينا؟ يا اختي ما انتي مش نخ. ما انتي شحطة وتعرفي تخدمي نفسك. طب على الاقل كنتي خليتيني انا اللي مكياجك افرح معاكي. ده أنا طول عمري بستنى ليلة زي دي. الفرحة دي ليا أنا لوحدي. مش عايزة حد يشاركني فيها. إيه يا أحمد ما لبستش ليه؟ أمال مين اللي هيوصل أختك لعريسها؟ ما كانت خدت رأيي؟ زي ما راحت عملت ليها عزاء لوحدها بقى. خليها تروح له لوحدها. مبروك يا نصرة. ربنا يتممك على خير يا حبيبتي. لو الحكاية حرب بينك وبين فودة ازاي تسمح له يسبقك بخطوه زي دي؟ ازاي تخليه ياخد اختك منك؟ فودة كسب نصر لما انا خسرتها. اوعي تفتكر ان انا زعلان منها. لا انا زعلان عليها. من يوم وعيت على الدنيا وشفتها قدام عينيا وانا بسال نفسي نفس السؤال. ازاي الحنيه وطيبه القلب دي عايشين في وسطينا كده عادي؟ أنا وأخواتي ياما جينا عليها وجرحناها.
وهي كانت بتزعل شوية وتنسى وتسامح. بتضحك وتطبطب في وش اللي زعلها. وكانت بتضحك بجد من قلبها مش تمثيل. في الدنيا اللي أنا أعرفها ما فيهاش ناس كده. كان زمان بقى. لكن الدنيا دلوقتي ما فيهاش مكان لحد نضيف. بس كفاية إن فيها حد بيحبك وبتحبه بجد. طبطب عليك ويهون عليك قسوتها. يطبطب على قلبك في كل مرة يتوجع فيها. أنا هسيبك بقى عشان تروح مشوارك. عارف مشواري ده كان فين؟ فودة كان عازمني على فرح. على فكرة انت ممكن تروح عادي مش هزعل. ده برضه راجل من رجالتك. كان ممكن اعمل كده. بس انا مش هروح. علشانك. انت الراجل الوحيد اللي ممكن اعمل علشانه اي حاجة. بس علشان يكون مبسوط. دي حاجة انا كنت بطلت اعملها من يوم ما بنتي راحت. اخبار الشغل ايه؟ بتهرب مني ليه؟ عايز ايه يا موجة؟ عايزك. عايزك انت. انا كمان يمكن اكون عايزك. بس ما ينفعش. انا خسرت اقرب الناس ليا من غير حتى ما اعرف انا خسرتهم ليه. عشان كده بقول لك بلاش، مش عايز اظلمك معايا. هتبقى بتظلمني لو منعت نفسك عني. انت اكتر حاجه اتمنيتها في حياتي. ساعات لما بنتمنى حاجه بتبقى اكتر حاجه بتجرحني وتدوس علينا. جوزك عامل ايه؟ عامر عايز يبيع مصنع الادويه وطبعا في السر. مجنون. فاكر ان هو يقدر يقف قصادي. هدمره وهتشوف. هتعملي ايه؟ يخليك مبسوط. انا اللي يخليني مبسوط انه يخسر كل حاجه وبايدي وعندي اللي يشيل مكانه كمان. مين؟ حماده الطيب. ازاي؟ يعني الفلوس هتفضل فلوسنا والشغل هيفضل شغلنا. وحماده الطيب هيبقى وجهه وبس. شيليه انت من دماغك وانا هتصرف في كل حاجه. امشي انت دلوقتي. اجمل مذيعه في مصر والله. بس يا خساره ما بتسمعيش الكلام. انت بتعملي ايه هنا ودخلتي ازاي اصلا؟ انت ناسيه ان انا اللي مدخلاكي هنا اصلا؟ ايه يا ماما، ده انت كان اكبر طموحك تبقي ورا وسط الجمهور بخمسين جنيه وجبه. جايه دي جايبه لك هديه. هدية هتعجبك قوي. امسكي اتفرجي عليه. بس خليكي لوحدك وانتي بتشوفيه. اصل انتي مش هتحبي خالص حد يشوفك وانتي الاوتيل. فاكره الاوتيل؟ والله بقى لو رجعتي لعقلك وبقيتي ايه الاموره اللي بتسمع كلامي هنرجع حبايب اكتر من الاول كمان. انما بقى لو انت مش فارق لك اوكي هتبقي ايه المذيعه الاموره المشهوره قوي وهتبقي نجمه المستقبل بس في البورنو يوتيوب بقى وكده.
باي يا قلبي. أحمد سيد تقول يومك يعني إيه؟ خلاص بيت غريب ولا إيه؟ غريب يا عم، بيت بيتك. ده وأنا كنت مستني تسأل عليا. مطمن عليك، مطمن على اخواتك عاملين ايه؟ لا اخواتي كويسين، نصر اتجوزت فودة وهي سابت البيت وراحت عاشت لوحدها. يعني عاشت لوحدها؟ وانت ازاي تسيبها تروح تعيش لوحدها؟ كل واحد بقى بيعمل اللي هو عايزه في البيت ده، محدش بقى بيعمل اعتبار لحد يا سيد. طب وانت؟ ورحاب؟ حتى انا ورحاب، حتى انا ورحاب يا ريتنا فضلنا زي ما احنا. انا عامة الفترة دي مش مركز بقى، عندي امتحانات خلاص. بس رحاب باين الست صاحبة الشغل طردتها. طردتها؟ طب على اللي انت ذاكر، اي حاجة تنفع إن شاء الله يا سيد. أنا عارف إن أنا ظلمتكم، وعارف إن أنا السبب. ريح نفسك يا سيد، البيت ده مفهوش مظالم، كل بقى ظلم.
وانا اللي على الدين انكتب اغلب لحد ما يوم انغلب وده ليه